طبعا لن يكون دخول الحشد الشعبي وحده هو العلاج الجذري لهذا الأمر، لكن سيكون عاملا محفزا كبيرا ومساعدا، لأنه سيكون ظاهرا حقيقة يمكن أن يعتمد عليه الجيش العراقي وأبناء العشائر التي تقاتل تنظيمات داعش، لأنها ستكون لدى تلك الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي خبرات متراكمة وقدرات تنامت مع خطر تنظيمات داعش، يمكن أن تعالج كثير من الثغرات التي وقعت بها قيادة شرطة الأنبار أولا وبعض قيادات عمليات الأنبار، وللأسف أقول أيضا التي كانت على هشاشة قيادتها وسيطرتها لم تستطع من معالجة الخرق الأول الذي حدث قبل أكثر من 3 أسابيع. الحكومة الآن الحقيقة لا تملك حرية المناورة، أي بمعنى آخر السماح لجماعات إرهابية بالبقاء في مدينة الرمادي لفترة طويلة. لابد أن تكون هناك عمليات عسكرية وهجوم مضاد من قبل القوات الأمنية، من قبل الحشد الشعبي، من قبل طيران التحالف الدولي لتحرير هذه المدينة من دنس الجماعات الإرهابية. العملية خطيرة جدا، يعني وجود أنبار وقربها من بغداد يشكل تهديد أمني كبير على وضع الأمني داخل بغداد وأيضا المدن الجنوبية الأخرى.